يعني دائما ختامها مسك مع مدام نجلة أباني اللي انضمت لنا، رح تخبرنا شو هي آخر أخبار الفلك والأبراج وحظوظنا وكل هاي التفاصيل رح بتكون معها. سعد صباحك يا مدام. صباحك خيرات يا رغد. صباح الخير يا مدام. سؤال، حزيران تقيل على العذراء؟ طبعا. ليه؟ عطارد في برج الجوزاء. يا روحي حاليا. حاليا عطارد. إذا صباحكم خيرات، يجعل أيامكم سعيدة. اليوم 12 حزيران، عطارد في برج الجوزاء، يعني موقع غير مناسب ولا للعذراء ولا القوس ولا الحوت. هل ثلاث أبراج لازم ينتبهوا شوي على أمورهم المهنية أو أمورهم الشخصية شوي فيها متاعب؟ ما ننسى أنه كمان المريخ في برج الأسد، إضافة إلى وجود الزهرة في برج الأسد، كمان عامل بعض المضايقات للعذراء والثور. بس المشتري بقى ووجوده في برج الثور عم بيخلي هالأبراج بالعموم محمية. الأبراج اللي أنا بعتبرها ما كتير محمية أو عندها تعب هن العقرب والدلو، هدول الأبراج اللي مانن كتير مرتاحين بهاي الفترات. أول أخباري لعزيزنا مولود برج الحمل، اللي اليوم الأمور أفضل كتير من كم يوم اللي راحوا، عم بيحاول المشمل مهيئ ليمتلك محبة الآخرين، في دعم من الأصدقاء والمقربين. يوم فيه ترتيب لبيتك الداخلي مع أهلك مع عائلتك، كأنه اليوم في عنده تغيير مولود برج الحمل، نومة مختلفة، فئة مختلفة، ديكور مختلف، يعني عم توضع النقاط على الحروف عموما ومشغول بأمورك. مولود برج الثور، اليوم أنت شوي عصبي أو متوتر، أو يمكن أصدقائك المقربين عاملين لك نوع من أنواع المضايقات أو العرقلة. أولا وضح مواقفك تماما اليوم، حاول تكون حذر بالتعامل مع الآخرين، أنت حدا صامت عموما. اليوم بقى التزم بالصمت، أمورك كتير بتكون أفضل لكي لا تدخل نزاعات لست تحتاجها. مولود برج الجوزاء، اليوم اجتماعي بامتياز، تقبل ودعا لقاءات بينك وبين الآخرين، ناس عم بتساعدك، محيط مؤيد وداعم، تعارف يمكن، يعني اليوم في تعارف على أوساط جديدة، في نوع من أنواع هيك وضع خطط العلاقة بالرفاهية. اليوم عم تشرح وجهة نظرك وفي شيء عم يحمل لك السعادة. يوم جيد لأشخاص جدد ربما يثيرون اهتمامك. مولود برج السرطان، أنت اللي مالك مرتاح، ما عم تتصرف كتير بوعي اليوم، معصب من مشاحنات طارئة أو شوي مزاجي اليوم ببساطة، أو في عنده نوع من أنواع التوتر. هلأ يمكن للحظة تشعر أنك مستهدف من الآخرين ويمكن محتاج لهدوء بالتعاطي مع الآخرين. في حدا اليوم عم يتعمد إزعاجك، بس يعني هاي القصص اللي بتمر، ما في شيء مهم، بس غالبا في تدخلات يمكن أو أوامر. صباح الخير لعزيزنا مولود برج الأسد، اللي اليوم عم بيجرب عدة حلول وعم بيلاقي. أحد الأيام الإيجابية للتواصل مع محيطينك، لتقبل الآخرين كما هم، لتترك انطباع جيد عند الناس اللي حواليك دون أن تشكو أو تحتج. اليوم كأنك عم بتناقش بقصص العلاقة بزيادة التعليم، دورة جديدة، عروض جديدة، في فرص جديدة، ما بعرف كل واحد حسب وضعه، بس غالباً برج الأسد عم تتوضح أمام الرؤية وعم تزدهر الاتصالات. أحد الأيام الجيدة لعزيزنا العذراء، اليوم بقى أحسن بكتير من كم يوم اللي راحوا، صلوا ثلاث أيام مكركب، اليوم لا، عم يغتنم فرص ليرتب أموره. غالباً أنت مثار مدح في مشورة أو تعاطف أو ترتيب لأمورك، أسلوبك اليوم لطيف مع الآخرين، في نتائج هامة ربما لمصلحتك، وربما هاي الأيام اللي رضا أو أخبار طيبة. هو هاليومين ثلاثة في ظروف إيجابية لدى العذراء، المعترض أنه كان في يومين ثلاثة مكركبين. اليوم الأمور إلها علاقة بشوية هدوء لازم لمولود الميزان، يمكن أعطي حالك فرصة لتفكر أكثر. النتائج ما كتير عم ترضيك، وفي عم بتزيد متاعبك بعصبيتك عموما. ما فيني انكر انك من الابراج الهوائيه اللي اكثر عصبيه، فجاه بتهب مثل لما بتهب النار يعني عموما، وبتعصب. منيح انك تنسى بعد خمس دقائق، بس اليوم بالغالب شوي متوتر او عصبي، مع انه ما في شيء اساسي سيء، يعني المريخ والزهره اتنيناتهم في برج الاسد اصدقاء لك، حتى المشتري في برج الثور، حتى عطارد بالجوزاء، بس اليوم حركة القمر ممكن تسبب لك نوع من أنواع العتب، جدل عقيم أو تهور. مولود برج العقرب، اليوم يوم
فيه بعض الضيق نتيجة إنه ما في مساعدات من الآخرين وشغل كتير. اليوم عم تصرف جهدك وطاقتك حيث لا يجب. مولود برج العقرب عم تروح وقتك بتسالي، بزيارات، بوسائل تواصل اجتماعي، وعم بتصير للحظة نزق إنه شغل كتير وما عم لحقه. ما أنت عم تروحوا على كل الأحوال هذا الوقت عم تصل للمساء متعب أو محبط. هلأ أنا بقول في ظروف مهنية هاي الأيام عم تخليك هيك عصبي شوي أو تركض ما تلحق. اليوم في حلول لمواقف تعترضه لمولود برج القوس، وحاول إنك ترتب أمورك، تحكي باللي أزعجك لأنه يوم جيد، في حدا ممكن يساعدك على حل المشاكل، عم تتحسن أمورك وفي عندك هيك أنت مفهوم ومسموع الصوت، أصدقاء عم يتجندوا لمساعدتك، ربما تلاقي حلول ويمكن في حوارات. أحد الأيام الإيجابية لمولود برج القوس ليمتلك قوة إضافية بالتركيز على أهدافه. عزيزنا الجدي، أنت اللي مانك محيطك مو كتير متعاون أو شوي عنيد أو ما عم بتعبر عن نفسك كما يجب، ربما تتهم أنك بارد أو حساس أكثر مما يجب، ويمكن الآخرين ما عم بيقدروا تضحياتك أو أفعالك. اليوم لا تبتعد عمن يحبك على كلين بس لأنك معصب، ولا تزد متاعبك أصلاً بعصبية. اليوم الآن مولود برج الجدي، مولود الدلو لا بالعكس عنده نصائح، عنده حركة، نشاط، حياة منزلية عاطفية جيدة، في شيء له علاقة بعلاقاتك إيجابي، بوادر لتحريك المياه الراكدة حواليك. يعني هاي الأيام في زيارات ترافقك مثل اللي عم بمر بمرحلة تصاعدية تحمل له فرح. هلأ أحد الأيام الإيجابية اللي تنسى خيبة أمل وليكون في عندك أخبار جيدة حواليك. مولود برج الحوت، هلأ من هون لعشرة سبعة أمورك المالية جيدة جداً، لذلك إذا عندك مستحقات قديمة أجلت سابقاً طالب فيها بهي الأيام وخفف مصروفك بالشكل الطبيعي، ابتعد عن إثارة المشاكل المالية لأن وضعك المالي جيد. عموماً ممكن يكون في نوع من أنواع القروض أو المساعدات. هلأ بس لازم نبهك دائماً على أنه تبتعد عن الصرف والتبذير. طبعاً الحوت هو من الأبراج الأكثر كرماً. خليني عايد مولود اليوم 12 حزيران الساخر المرح، وهذا أكثر ما يميزه، محبوب من كل الفئات، بيعرف كيف يأثر بالآخرين، يسحرهم، شديد الجاذبية، شعلة من النشاط والحيوية، محب للحياة، عنده محبة للمتعة، قراراته مفاجئة، محب للسفر، يكره الروتين، تحت الأضواء دائماً بحب يكون، محب للهاتف وللتواصل عبر الهاتف. سنة مهمة لتحقق انتصارات أو مصالحات أو لقاءات، رياضة أو سفر. هلأ أنا بعتبرها سنة جيدة جداً بالأمور العملية، غالباً في تغييرات إيجابية وممكن تكون مصدر سعادة بالنسبة لك. هلأ العمل والمال كتير بخير مولود 12. رسائلكم بالتأكيد على 1845 من أي موبايل داخل سوريا. نوار عم بيسألني إذا ممكن يكون في سفر. حبيبي في حظوظ مساعدة جداً، فما بعرف إذا حكاية سفر، يعني في قصة بدي بارك لك فيها يا نوار إذا أراد رب العالمين. أنا بشوف أمورك إيجابية جداً وجيدة جداً. بتول بنت داليا عم تسألني عن أمورك كأنه تواسع. هلأ بتول عندها حظوظ مساعدة جداً، بس حلا لا تعتبر كتير محظوظة. هلأ بدنا ندرس نحنا ونبذل جهود، هداك الوقت فينا نحكي بقى عن حظ. حلا تانية، حلا وأمير عم بيسألوني، إحدى العلاقات الأفضل يا حلا، علاقة جيدة جداً جداً جداً، وفي حظوظ مساعدة جداً جداً بالأشهر القادمة، يعني هالثلاث شهور الأفضل لنقلك مبروك، بلكي بيكون على ارتباط. سيما عم تسألني مع أحمد، يسعد أوقاتكم. والله العلاقة ضمن إطار الجيد يا سيما، علاقة جيدة أنا بعتبرها تجمع بين الصداقة والمحبة، وفي حظوظ مساعدة على كل الأحوال بالنسبة لك يا سيما هلأ بالشهرين اللي جايين. يعني أنا بيخطر لي قبل العاشر ممكن بارك لك بقصة مهمة بتخصك، يعني أنت وياه، وتكون الأمور بالنسبة لكم جيدة جدا. الله يفرح قلوبكم.
نور بنت إلهام، يسعد أوقاتك يا نور وتضلي بخير. نور عندك سنة جيدة جدا، لإلك إحدى الأعوام الإيجابية اللي ممكن يكون فيها تغييرات خلال هاي الفترات، خاصة كقصص عاطفية ممكن تبلش من جديد. هبة بنت رويدا، يسعد أوقاتك يا هبة. إذا عم تسأليني على العمل فحظوظك جيدة جدا عمليا، إحدى الأعوام الأفضل بالعمل، وعندك سنة حلوة خاصة هذا الشهر، يعني دخل أخيرا عطارد عبرجك. بس المتعب يا هبة هو الأمور العاطفية، لا أعتبرها كثير الأفضل، فانتبهي من خسارات بهالشهرين ثلاثة على الصعيد العاطفي عموما أو على صعيد صداقاتك عموما، خاصة الثامن. محمد عم بيسألني عن أموره، أبدا مو خايفة عليك يا محمد، هذا العام أنت شطور وعندك حظوظ مساعدة، بس الأهم أنه إلك ركزة على الدراسة وتركيزك جيد، يعني لما بتقعد بتركز على الدراسة بتطلع بإنجاز. مروة عم تسألني عن أمورها، يسعد أوقاتك يا مروة. شو برجي؟ يعني 14/1 هو برج الجدي طبعا، وأمورك جيدة جدا بالمتبقي من السنة، أحد الأعوام الأفضل خاصة هلأ هالثلاث أربع شهور الجايين، ممكن يكون في كتير من الإيجابيات تفرح قلبك يا رب. فرح، شو هي حالتي العاطفية؟ الأفضل الزهرة في برج صديقك الأسد، أنت والأسد أصلاً كتير صحاب، والزهرة كوكب الحب في برج الأسد، تتقدم أو تتراجع بس هي موقع جيد. أنا بيخطر لي من هون للشهر العاشر فرح، غالباً ممكن يكون في إيجابيات، بارك لك فيها. اسكندر، شو برجي؟ 1/11 شو برج العقرب يا اسكندر، البرج اللي يعني ما كتير مرتاح خليني أقول كحظوظ، بس أنت من الأشخاص اللي بيدرسوا فأنا ما كتير بخاف عليك يعني عموماً، بس يعني حاولوا أنه حاول أنك تدرس بشكل جيد عموماً، يعني اعتمد على دراستك وليس على حظك. رشيد وزوجته، يسعد أوقاتكم. يعني بتحبوا بعض رشيد وزوجته، يعني أنه في محبة بيناتكم، في تفاهم، إحدى العلاقات الأفضل عموماً يا رشيد، والسنة لألكم مناسبة جداً على الأقل لألك، يعني انت حظوظك مساعده جدا رشيد. هلا زوجتك مو كثير لها حظوظ ما بعرف، بس الامور ما سيئه بالمجمل وايجابيه على كل الاحوال. رندا عم تسالني مع طالب، يسعد اوقاتكم. احدى العلاقات اللي تقريبا جيده، يعني ما بعرف اذا هو مشروع ولا انتم متزوجين، بس هو من الاشخاص اللي بيحكوا كثير بيفعلوا قليل، يعني بده فعل القصه بدها فعل. يجعل أيامكم سعيدة، ضلوا دائما بخير. ضلي بخير، صباحكم خيرات.